صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد اولا صلاة وسلاما على اشرف الملا محمد الهادي الامين واله واصحابه والتابعين والتبع. وبعد ايها الاخوة الاحباب احباب محمد خير الصحابة وخير من تلك العافي ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من دمر التراب وخير من خاطبه رب الارباب الذي رقاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته البهية وأدناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة نبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة يا ربي ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام مواصلة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما الى روح كريم صعدت الى رب كريم في يوم كريم في شهر كريم عند الله عز وجل ليلة تكريم المرحوم الحاج الشحاح ابو ضيف عليه من الله سحاب الرحمن. فباسم الاسرة الكريمة اولاده الاغربين بارك الله فيهم وباسم العائلة جميعا وباسم نائب القلوب السيد الاستاذ محمد فوزي خليفة مدير مدينة ناصر بمدينة الزقازيق وباسم الاستاذ ابراهيم محمد فوزي خليفة وباسم جميع عائلات قرية ميت ابو علي جميعا يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان الى كل من اتى ليقدم ويشارك واجب العزاء سائلين المولى عز وجل ان تكون ثواب نور هذه التلاوة التي تقرأ في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبر الرحل الكريم يا رب العالمين. فهيا بنا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام لنعطر المكان بآيات الرحمن القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات هذه الايمان يتلوها علينا قارئ له في قلوب العارفين والعالمين قارئ تربى وترعرع وعشعش وسكن في جدران بيته القرآن الكريم ذلك العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ السيد محمد علي الطاروقي علم التلاوة للأسرة والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية والمقيم بطارور ملك الزقازيق يتفضل منا مشكورا ليبدعنا بمعجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الصيف وصدقوا فتحوا التصوير. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء. وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق له من قبل فأسرها يوسف في نفسه.
قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Thank you.
الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل على سيدنا النبي. فلا
Oh,
إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو عيناه من
حتى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا
يا بنيه
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا أئنك
قالوا
اسم أسرة المرحوم الراحل
مدير الدراسه بحديقه الزقازيق وباسم الاستاذ ابراهيم الفوزي، مدير الدراسه لاولاد سيد الكريم، وباسم الاسره الكريمه والعائله الكريمه جميعهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والاحترام الى كل من ادى الى حقنا وشاهد الواجب العزاء سائلين المولى عز وجل